عدا الأقزام تاريخا وليس حجما. حاشا لله إن احنا نتكلم عن حجم أي حد، لكن بنتكلم عن التاريخ. كل مهمتهم إنهم يحطموا القمم في تاريخهم، لكن بينسوا إن التاريخ خلاص اتكتب ومحدش يقدر يمسحه، لا يقدر يضيف لتاريخ حد ولا يقدر يشيل من تاريخ حد. بتكلم عن حديث خالد الغندور عن وائل جمعة، ده موضوع من ضمن الموضوعات التانية. الموضوع التاني اللي هنتكلم فيه حكاية نادي القرن اللي اتجننوا بيها، واللي اتعمل اجتماع مجلس إدارة كامل علشان خاطر يتقال إن الموضوع هيروح للاتحاد الدولي. الموضوع التالت المقارنة ما بين طارق يحيى والستات، مواضيع مهمة تانية تابعوا معانا للآخر، لأن النهاردة الحلقة مهمة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم قناة عالم المعرفة والطب. معلش بعتذر عن الأيام اللي فاتت اللي أنا ما تواصلتش مع حضراتكم فيها، والله ربنا يعلم إن ما بيمنعنيش عنكم إلا الشديد القوي، وإن الحاجة الوحيدة اللي بتنفسها في الدنيا هي الكلام معاكم. إذا كنت حضرتك أول مرة تشوف القناة فياريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو ده بإذن الله لو عجبك. القناة قناة كل الأهلاوية، بس ليا رجاء عند الناس القديمة، أنا هحط لحضرتك رابط القناة تانية فوق، لأن أنا عايز أعمل معاكم بث مباشر، فمش هينفع يتعمل بث مباشر على القناة ديت، فهحط لكم الرابط هنا فوق إن شاء الله هتلاقوه ظهر رابط القناة التانية. يا ريت تشتركوا فيها، لأن لما توصل لألف، حوالي ألف، 1100 مشترك هيتفتح فيها البث المباشر، نقعد مع بعض نتكلم كلنا ونقول وتقولوا آرائكم وتكتبوها، وأنا هقول يعني وأرد عليها وأرد عليكم، يبقى بث مباشر. اللي يحب اللي مهتم يا ريت يشترك في القناة التانية. الموضوع الأول هنتكلم فيه إن مرتضى منصور عمل اجتماع كامل لمجلس الإدارة عشان يتكلم في نقطتين، يعني اجتماع وجايب ناس وناس ومجلس إدارة وقافل النادي دي لمدة وجايب ناس وناس كتيرة جدا علشان خاطر إيه؟ عشان خاطر يقول لهم حاجتين. الحاجة الأولانية إن أنا هرفع قضية للاتحاد الدولي علشان موضوع نادي القرن. الحاجة التانية بيحذر اتحاد الكورة من إنه يدي لقب الدوري العام للأهلي. الأمر الأولاني مضحك، يعني الدنيا كلها في الكورونا ومشاكل، والاتحاد الدولي مش عارف بطولاته هتقام ولا لأ، وعما يعني كده، وانت رايح تشغلهم بقضية زي دي. الاتحاد الدولي على فكرة هيرد عليك، يعني انا بستغرب ان حضرتك محامي، يعني انا بستغرب فعلا، انا مش محامي ولا بفهم في القانون، بس اقول لك من دلوقتي اهو القرار في الاتحاد الدولي، الامور دي راجعه للاتحاد القاري، والامور وهيرجعك تاني للاتحاد الافريقي. يعني انت هتروح الاتحاد الدولي وتصرف فلوس، ولا هو شو وبتضحك على الناس وخلاص؟ انا مش محامي وما درستش قانون، بس بقول لك ان الاتحاد الدولي هيقول لك ده مش اختصاصي، ده اختصاص الاتحاد القاري بناء على المعايير اللي هو وضعها، بناء على المعايير اللي هو. انت بقى عايز تشغل الناس وتضحك على الناس باي كلام، دي مشكلتك مع نفسك. الحاجه الثانيه بيقول للاتحاد المصري اذا لازم تلغي الدوري، ولما تلغي الدوري ما تديش اللقب للاهلي، ودي النغمه اللي عمال يتكلم عليها خالد الغندور ادوله مده وعمال يغنى عليها والكلام ده كله. دلوقتي انتوا بتتكلموا وهاخد من كلامكم وارد عليه، بيقولوا ان مفيش لائحه وان الامر ده مستجد. الامر مستجد، فاحنا في الحاله ديت بناخد بمعظم الدول اللي عملت كده. معظم الدول اللي لغت الدوريات عندها انت مستشهد بيها، عندك فرنسا، ده الكونغو والكاميرون لغوا الدوريات ودوا للاول المتصدر. وما تقارنش بين المتصدر والهابط، لانك مش هتهبط فريق لان لسه في نتائج مباراه. انتوا اللي بتسعوا، الاهلي عايز الدوري يستكمل، والدوله نفسها عايزه الحياه تعود ترجع وترجع تدريجيا، بس طبعا مع الجائحه ديت اذا انتهى الدوري فمن حق الاهلي ان هو ياخد الدوري زي ما اتعمل في معظم دول العالم اللي لغت دوريات. انت ليه بتاخد؟ مفيش دول، ما سمعناش ان في دوله لغت الدوري وما ادتش البطل. اللي لسه ما لغاش ما حددش موقفه، هو اللي ما حددش موقفه. يعني انجلترا بتفكر انها ترجع الدوري، لو ما رجعتوش خيار مطروح ان ليفربول هو اللي هياخد البطوله لان هو المتصدر. فاذا قصه الدوري اللي انتوا بتتكلموا فيها
دي قصة محسومة تماما للنادي الأهلي، مش محتاجة كلام منكم كتير. انتوا اللي مش عايزين متصدق، مش عايزين. واللي بيتكلم مين؟ انت انا عارف انت عايز كأن لم يكن. ليه؟ عشان مش عشان خاطر بقى الدوري. طب خلاص احنا مستعدين، هيفضل ترتيب الجدول، الاهلي ما ياخدش درع، بس ترتيب الجدول زي ما هو، والفرق اللي هي تترشح المقاولين من حقه ان هو يخش كاس افريقيا، وانت مش من حقك لو ما خدتش البطل انك تدخل. يعني انت لو عايز الوضع عليه بس بترتيب نفس ترتيب الجدول، مش مهم ان الاهلي ياخد درع، احنا الدروع ماريه الجزيره، هم مش لاقيين مكان. يعني ده حتى في ناس اتصلت بناس قالت لهم خدوا الدروع شويه عندكم في البيت، احنا مش محتاجين دروع، انت واخد 12 درع كلهم. لا احنا ده احنا عندنا في النادي الاهلي اوض مليانه دروع، مش لاقيين يودوها فين. لكن يفضل ترتيب الدوري زي ما هو، والمقاولين هو اللي يشارك، وده من حقه ان يشارك، ان يشارك في بطوله افريقيا القادمه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، قلت ساعه حلقه طارق حامد الاولانيه لما قلت لكم ان مرتضى منصور قال ان 500,000 جنيه على كل واحد هيظهر في برنامج رامز جلال، قلت لكم ان مرتضى منصور حنفي ومش وهيرجع في كلامه ده في الاول. بعد كده عملت حلقه تانية وقلت ان فعلا رجع في كلامه وشال العقوبه عن طارق حامد بحجه ان طارق حامد ضرب رامز جلال. طب ايه رايك في بسمه بقى؟ ايه رايك؟ مين اللي ارجل؟ يعني اتكلم كده بقى. يعني انا طبعا عايز اقول برضو حاجه، ان في ناس كتيره، انا كنت اتكلمت عن التغريده بتاعه طارق حامد بتاعه محمد هنيدي وان طارق حامد رد، في ناس كتيره بتقول انها ما حصلتش، فانا عندي شجاعه ان انا اقول ان انا مش متاكد من المعلومه. انا دخلت فعلا على حساب محمد هنيدي، دخلت على حساب محمد هنيدي ما لقيتش التغريده، قلت ممكن تكون اتمسحت فبالتالي ورد كهرباء عليها، بس المواقع كتيره قالت انها حصلت وشافتها، جايز بعد كده اتشالت ما اتشالتش، انا بقول اللي انا شفته. لكن انا بتكلم في نقطه تانية دلوقتي، انهم هم لغوا العقوبه عن طارق حامد رغم ان طارق حامد ظهر بعديها، واجيب لحضراتكم الصوره متصور مع مهيب عبد الهادي ورامز جلال، وكان سعيد جدا جدا بالحلقه. قالوا احنا شلنا من عليه العقوبه علشان خاطر هو الراجل، والكلمه اللي دايما مرتضى منصور دي يقولها من ثلاث حروف اللي هي لا طليق، معرفش ليه بيوصف اي واحد انه كده، رغم ان الوصف دوت بيتقال على الحيوانات اكتر ما بيتقالش على البني ادمين، على البني ادمين. فانا يعني هو بيقول انا شلت العقوبه عن طارق حامد عشان كذا، عشان بطل وي 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 والكلمه اللي دايما بيقولها دي. طب ايه رايك في بسمه؟ اكتر واحده ضربت رامز جلال وهي واحده ست كانت بسمه، وكانت اكتر واحده متحفزه جدا. فبعرفكم ان قراراتكم عشوائيه وكاي كلام. نيجي بقى لموضوع الحلقه الرئيسي. استفزني جدا خالد الغندور لما اتكلم عن وائل جمعه. يعني انت لما تتكلم عن وائل جمعه يا خالد الغندور، اللي عندك 3 ماتشات دوليه فقط. انا شخصيا كمحمد ما بقيمش اللاعب، يعني ما ببداش حتى لو لعيبه كتيره مرت على النادي الاهلي ما دام ما لعبش منتخب، انا يعني بيزحم من ذاكره التاريخ. انت عندك 3 ماتشات دوليه، وكنت احتياطي او اتغيرت او ما نزلتش او كنت يعني كده. وائل جمعه عنده 3 بطولات كاس امم افريقيه لوحديه. يعني انت بتتكلم ازاي؟ بتقول انه لاعب محدود القيمه وبتقارنه بمعتمد جمال. انا دورت على تاريخ معتمد جمال ما لقيتوش تاريخه، سواء مع نادي الزمالك ما لعبش ماتشات كتيره، اول حاجه مدافع كان دايما متعرض لاصابات، ما لعبش مع منتخب مصر، قال المنتخب تقريبا الشباب خد ذهبيه في افريقيا مع منتخب الشباب. بتقارن مين بمين؟ وائل جمعه صخره دفاع مصر، وائل جمعه صخره تكسرت عليها مين بقى؟ يعني اقول لك مين؟ باتريك مبومه، اجيان، صامويل ايتو، دروجبا. على فكره صامويل ايتو ودروجبا نجوم لن تتكرر في القاره الافريقيه. دروجبا كان بيلعب في تشيلسي في عز تشيلسي، وخد معاه كاس الاتحاد، بكاس الدوري الانجليزي، وخد معاه كاس اوروبا. صامويل ايتو كان بيلعب في برشلونه، اعظم مهاجمين انت القاره الافريقيه جابتهم، لعب قدامهم وائل جمعه وابطل مفعولهم، وفزنا في الماتشات دي سواء في تصفيات كاس العالم او سواء في كاس الامم الافريقيه. فانت بتتكلم عليه،
هقول لك تاريخ وائل جمعة، حطه اهو لحضراتكم اهو. وائل جمعة 8 دوري، الزمالك كله على بعضه واخد 12 دوري، وائل جمعة لوحده واخد 8 دوري. وائل جمعة يعني 8 دوري عام، 6 بطولة افريقيا، 6 سوبر افريقي، 3 كاس مصر، 3 بطولة امم افريقية. انت لعبت 3 ماتشات وكنت فيهم احتياطي، واحدة كأس العالم العسكري واتاخد فيها أحسن لاعب، تالت العالم للأندية وواخد البرونزية. ازاي تقارن تاريخ خالد؟ مش هتكتب تاريخ لنفسك بإنك تعتدي على تاريخ الناس الكبيرة. انت بتتكلم في ايه؟ ده طول يعني، انت بتعيط لما حد بيتكلم عليك كلمة، وبتقعد وتعيط وبكائية، وانت قناتك مخصصة ما بتتكلمش عن ناديك. انت بخصوص انك تتكلم عن ناديك اصلا، انت ما بتتكلمش عن النادي بتاعك، انت قاعد تتكلم عن الاهلي وتنقد في الاهلي. وفي مواضيع تانية كتيرة هكملها مع حضراتكم، بس للأسف الشديد اليومين اللي فاتوا كنت عايز ارد عليه وارد على مصطفى الفخراني، بس اللي استفزني موضوع وائل جمعة. هنكمل بقية الموضوع احتمال النهاردة ان شاء الله او بكرة في الفيديوهات القادمة. اشكر حضراتكم، واتمنى انكم لو وصلتوا معانا للجزء ده في الفيديو وعجبكم تعملوا لايك للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس، وتعملوا له مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي. ولو كنت اول مرة تشوفونا يا ريت تشتركوا في القناة. اشكركم واتمنى انكم تكونوا في كل خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.